بنفسي من لا زال غضا مصابه كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحفه. أبى الله أن أنساه يوم تجمعت، أبى الله أن أنساه يوم تجمعت عليه عدا تقوى عليه ويضعف. ويرصد بالأخرى العدا حين تزحف تطالعه من داخل الخدر نسوة له ارتكضت أحشاؤها وهي وقف فمذ آنست منه انكسارا تقعقعت مفاصلها من عظم ما تتخوف وعن لها ذكر المدينة فاغتدت تلح عليه بالرجوع وتلحف وحفت به الأطفال تشكو له الظمأ صعب موقعه وحفت به الأطفال تشكو له الظمأ وأكبادها من وقده تتلهف يعز عليك العجز ألا تغيثهم بماء يعز عليك العجز ألا تغيثهم بماء وأنت الوالد المتعطف وجاءك من لفح الوغى ابنك شاكيا لك الهيف والمشكى له الهيف أهيف لسان حاله يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب يا ضنوة الوا يا مقصد الوافد ضنوة داحي الباب أريد قطرة ماي قلبي من العطش ذاب غارت عيوني واظلم الوادي علي غارت عيوني ونزف دمي كثر الجراح وتفطرت يا ابوي جبني والعزم راح حل الدرع عني بهضني ثقيل السلاح حر الشمس ذوب فادي يا شفية لو تنطفي بقطرة ماي يهنى قلبي ما حد كفو من هالجميع يوقف بدربي غليلي وعايني وحربي لحمل على الجيمان حملة حيدرية واصرخ وخلي الخيل تتكردس على الخيل وادعي النهار من العجاج اظلم من الليل واملي الوادي بالجثث واجري الدماء قال صدره وصاح يا ابني والدمع سال ابشر يا عقلي كان مني تطلب المال وان كان تطلب ماي هذه طلبة محال
مرميه. اذا ودع خواتك والحريم اول الحرب روح، يسقيك ابوك المرتضى يا مهجة الروح. شبيدي يا عقلي وهالامور مكتوب في الله، بالعطش كلنا ننذبح في الغاضر، ولكن الحكم لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى ظن بعضهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد خرج وجاء، فإذا اجى علي بن أبي طالب يعني معجزة، والمعجزة لا ترد، خارقة ما يمكن مقاومتها. إلا أن عمر بن سعد أمر أن يكشف له طرفا من الخيمة ونظر، فقال ويحكم هذا شاب وعلي بن أبي طالب شيخ، هذا علي الأكبر. علي الأكبر كأنه شاف هالحيرة فأراد أن يجيب القوم ويعرف نفسه، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمين علوي. هذا علي الأكبر، احملوا عليه، اذكروا أباه فيه. إلا أن الأكبر صار يخوض في أوساطهم، يخرج من أعراضهم حتى توقفوا عن مبارزته ومقاتلته. فنودي طارق بن كثير، ونزل طارق بن كثير، وما مهل إلا لحظات وإذا به مجدل على بوغاء كربلاء. نادى المنادي أينك يا بكر بن غانم، ناداه بن سعد، بكر بن غانم أبرز إليه. قال يا أمير، يعد للناس لأبيه الحسين وأنت تأمرني أن أخرج له غلام؟ قال له أبرز إليه. قال ماذا لي إن قتلته؟ قال ما تشاء، الجائزة اللي تريدها والإمارة اللي تريدها. فنزل بكر بن غانم، الحسين عليه السلام يرقب ولده في المعركة، ها ومجلد على أساس النسوان كلهم قلوبهم ويا الأكبر وخايفين على علي الأكبر. الحسين يتجلد حتى يقوي فيهم العزيمة والثبات، لكنه لما برز بكر بن غانم رأينا النساء حسينا عليه السلام يجلس على الأرض ثم يقوم، يدخل إلى الخيمة ويطلع، يضع يده تارة على كريمته، أخرى على رأسه، ثالثة على قلبه، كأنه يجول عن الحسين، إيش عنده إيش صاير؟ يقول ولدي علي، ولدي علي. تلتفت إلى ليلى، أبا عبد الله قطعتني في قلبي، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه من. قالت أبو علي ادعو ادعو، فعيدك بالدعاء، أنا أريد ولدي يرجع لي ولو لحظات، أودع أتزود من وداعه وبعدين أروح. قال يا ليلى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. يا أيها الأخوة، يا أيها الشباب، أيها الأبناء، انتبهوا إلى هاي المسألة، بروا أمهاتكم وآبائكم لتكون دعوتهن لكم بالخير وتكون مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. دخلت ليلى إلى قبرها فزعة إلى ربها، وقفت في مصلاها، نشرت شعرها، رفعت يديها وطرفها نحو السماء، إلهي بعطش الحسين، إلهي بوحدة الحسين، إلهي بغربة الحسين.
صارت مغشيا عليها. الأكبر صار يجول مع بكر بن غانم وقد ألبس بدنه وأفرغ على بدنه من الحديد ما يمنع أي ضربة تصل إليه، وبقت المجاولات والمحاولات. فرأى علي الأكبر عليه السلام فتقا في درع بكر ابن غانم في جانبه الأيمن، فمال إليه ميلة واحدة وطعنه بالرمح في خاصرته فألقاه صريعا إلى الأرض. طاح بكر ابن غانم وقد انحلت قوى علي الأكبر وعليا. نزل إليه واحتز رأسه وأقبل به نحو المخيم. الحسين يشوف ولده جاي منتصر فيهرول الحسين نحو ولده، وإذا بالأكبر يا بويا قطرة أمي الجبري أتقوى وريد للميدان وحدي يا بويا انفطر قلبي يا بويا العطش والميدان والحر. ماذا تريد صيد الملوك ثعالب وأرانب، وإذا برزت فصيدي الأبطال أريد جرأة ما. يقال له ادن مني دنام، أرسل لسانه في فمه وإذا بالأكبر يتنحى مهملا دموعا. ما الذي جرى؟ قال رأيت لسان أبي أشد يبسا من لساني، فعلمت أنه أشد عطشا مني. أبرخصني أروح على المعركة الأخير في الحياة؟ قال لبني قبل المعركة ارجع إلى أمك وادركها قبل أن تفارق روحها الدنيا. دخل الأكبر على أمه رآها ممتدة على مصلاها، وضع رأسها في حجره، تذكر ما أصاب الحسين، نزلت منه مدامع على خدها. أفاقت ليلى رأسي بحجر من؟ ولدي علي. قال نعم ولدك يا علي. قامت قائمة على قدميها فاتحة معها، هلا ومرحبا ويا حي هلا هلا ومرحبا ويا حي هلا. من جيت لفارس وخير أرادت أن تدفعه إلى الجهاد بين يدي الحسين لتقوي عزيمته. قالت ولدي ألا أحدثك بحديث؟ قال بلى يا أمه. قالت إذا كان يوم القيامة ينصب لأمك الزهراء كرسي من نور فتجلس عليه، فتأتيها كل أم قتيل في هذا اليوم برأس ولدها فتأمر بها الزهراء إلى الجنة بأمر الزهراء من الله في ذلك اليوم. ولدي إذا كان يوم القيامة، كانها تقول لأني ما عندي غيرك، ما كل أنت، إذا كان يوم القيامة آتي لأمك الزهراء برأس من؟ قال برأسي يا أمه. قالت بيض وجهي عند فاطمة. قال لو قرنك عينا. خرج من عندها وإذا به يسمع القوم ينادون أين أنصارك يا حسين؟ والحسين يقول ما وحدتا وقلة ناصرا. أجابه الأكبر لبيك يا أبا عبد الله، ها أنا ذا بين يديك ذلي بالخروج إلى المعركة. قلت توقف شوية يا علي. نادى أخي زينب أم كلثوم رباب سكينة ليلى، هل مر إلى وداع شبيه رسول الله؟ خرجنا من الخدور هذه تضم وهذه تشم، هذه تقله يا علي فداعة الله، وهذه تقله على عداك عينك الله، وهذه تقله سالم الميعودك الله، وليلة تقله فرقتك صعبة
عليه الحسين، قال له شجين الحسين المعركة، خل أنا أروح إلى الحسين المخيم. شبك على رقبة الجواد ليذهب به إلى الحسين، شبك على المهر لما لا يودي لأبو حسين ومن القوم يحمي. سالت أبو راسه منعت الجواد من النظر، فر به إلى وسط العنا. أثار المهر للعدوان عليك مني السلام. انقض عليه الحسين فرق القوم عنه، نزل إلى الأرض وضع صدره على صدره وخده على خده قائلا: بني علي قتلوك على الدنيا بعدك العفا. هنا السجاد يستيقظ في المخيم ويسمع هاي الكلمة من الحسين. قال: عم زينب، من الذي برز إلى القوم؟ قالت: أخوك علي الأكبر. قال: إذا ادركي يا أبي الحسين قبل أن تفارق روحه الدنيا عند ولده. يقول حميد بن مسلم: رأيت امرأة خرجت من المخيم شبكت بأناملها على رأسها ونادت بأعلى صوتها: وولدا وعليا. سمع الحسين صوت زينب فتحرك من عند ولده، فتح الأكبر عينه في وجهه: إلى أين يا أبا؟ قال: ولدي، عمتك زينب خرجت من المخيم، أخاف عيون عدو تلقتها وأنا بعدي على قيد الحياة، ما تقبل غيرتي، ما أرضى يا بني. قال: وعمتي لن ترجع وأنا طريح على البولة، لكن ودني يا أبوه يا العمتي الشمس مطروح. لازم تقل لي ان كان جبت الولد يا حسين. بعد يا شيعة منظر اخير، اراد الحسين ان يحمل ولده لكن الولد مقطع بضربات السيوف وطعنات الرماح، كلما رفع جانب تساقط جانب. نزع الحسين قردته نشرها على الارض، جمع فيها اوصال ولده، لفه في البرده، حمله على صدره واقبل به نحو المخيم. يا اهل الخيم جاكم علي، يا اهل الخيم جاكم علي، شوفوا على صدر جنازته محمود. طلع يا ويلي
احضرنا بعلي الأكبر وكوننا حلقة حتى لا ترى ليلى ما جرى على ولدها، فصارت تضرب وجهها وصدرها. يا حسين جسنا ابن العالف عين عمت من محنور عيوه، يا ليت من قبل الولد مفنوه، يا شوف جثتها الولد محمول وعليا. استطاعت ليلى ان تفرق النساء ورأت شخص ولدها جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره